مرحبا بكل اللي بتابعونا عبر قناة الشروق الفضائية وبدون رصيف يتجدد اللقاء وبدون حواجز نجوب ربوع الوطن الحبيب نزور منطقة منطقة نتعرف على طبيعتها وإنسانها عاداتها تقاليدها ما يميزها. شدينا الرحال في هذه الحلقة إلى شرق السودان الحبيب وفي شرقنا الحبيب طابلين المغام في البحر الأحمر. البحر الأحمر وما يدور حوله من ثقافة وإرث وتراث من خلال نتعرف عليه من خلال ضيوفنا الليلة الموجودين معنا في هذه الحلقة. دعوني أرحب أولا بالأستاذ والباحث والمهتم بالتراث الأستاذ أبو علي أكلاب. مرحبا بك أستاذنا أبو علي. مرحبا أبوك. سعيدين باستضافتك وجودك معنا. أشكرك. وأيضا دعوني أرحب بالأستاذ عثمان علي محمد الشاعر والدرامي المعروف. مرحبا بكم ومرحب مرحب مرحب مرحب. سعيدين جدا ونحن في ضيافة البحر الأحمر. أيضا نرحب بالأستاذ محمد عبد الله أبو جلة. مرحب. شاعر وأديب ومهتم ودرامي ومسرح. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يديك الصحة والعافية. أيضا دائما بصاحبنا نغم من التراث الموجود في المنطقة. سعيدين جدا الليلة يستصحبنا الفنان الشاب المبدع المجتهد محمد اسكندر. وبنرحب به وبنرحب بفرقة الموسيقية والفرقة الاستعراضية اللي بتصاحبه الحيقدموا لنا جزء من تراث البحر الأحمر. وأيضا في الوجبة اللي بتصاحبنا في كل حلقة الليلة حتكون معانا أختنا انتصار الخطيب وحنشوف هي عاملة لنا شنو من البحر الأحمر. لكن لما نجي نتكلم عن الوجبة بعدين حنقول عليكم مفاجأة نتعرف عليها. أول حاجة مرحبا بكم وأنا سعيد تكونوا ضيوف معانا. ونحن برنامجنا ده مبني على يا ضيفنا لو زرتنا في بيتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. نحن بنجيبكم يتوا نحن ضيوف عندكم لكن بنجيبكم نحن وبتعملوا الأكل وبناكلوا نحن يعني حاجاتكم كلها بنستفيد منها نحن وبنبقى مارقين منكم. طيب نبدأ أستاذنا أبو جلة كده نتكلم عن طبيعة المنطقة البحر الأحمر. طبيعة المنطقة شو هي؟ طبعا المنطقة بتاعت البحر الأحمر هي مناخ البحر الأحمر ومنطقة جبلية. نعم. يعني صحراوية مناخ صحراوي جبلي وتمتاز بأنها هي صحراء واسعة فيها قليل من الأشجار سفنة فغيرة لكن غنية بالتراث وغنية بأهلها غنية بقيم بتراثهم بحياتهم. هل يعني في زراعة ما في رعي في تجارة؟ هم طبعا اشتهروا بالرعي لأن هي المناطق ذاتها مناطق فيها المطر بعكس المطر في المناطق بتاعت وسط السودان فبتقوم فيها بعض الحشائش. هم أصحاب إبيل وأصحاب سروعة فبيجولوا في هذه المناطق. أيضا عندهم المنطقة بتاعت توكر منطقة خصبة جدا. نعم. دلتا توكر معروفة منطقة زراعية معروفة. نعم. فبزرعوا فيها بعض المواد الخضروات بتاعتهم وبعض الفواكه وكان بزرع فيها القطن وكده. فمنطقة فيها زراعة فيها برضو مارس وحرف الزراعة المطرية لأنه هناك ما في أنهار فيها أمطار فمارسوا فيها الزراعة المطرية على مستوى السفوع والمناطق الممتدة خلف الجبال. وهم اشتهروا طبعا بالإبل يعني بيهتموا بالإبل وعندهم تقدير وتقديس كبير للإبل ورافعهم في كل ترحالهم وتنقلهم من مناطقهم الخلوية إلى مناطقهم داخل المدينة اللي هي مدينة بورسودان. طيب أستاذ عثمان المناخ يميز المنطقة دي مناخها يختلف من كل مناخ السودان؟ فعلا يعني المناخ الجبلي أكثر من الأرض الخصبة يعني الزراعة الخضرة الجمال بتتعكس في طبيعتهم للبحر والجبل يعني بين البحر والجبل في روعة قريبة من خضرة النيل. نعم. يعني في إبداع يعني في إبداع رباني أنت لمن يعني عاين تجي على البحر ذاته ده يعني قمة الجمال وتمشي لمن تطلع على لفوق أو سلسلة جبال البحر الأحمر وأنت من بورسودان وبدعاية الله في امتدادة يعني بتوحي لك بأشياء يعني جميلة كل بورسودان من بورسودان حتى تصل سنكات أنت لمن تمشي المنظر بتاع الجبال والأشجار طبعا خفيفة الخضرة هناك مسكيت يعني ما خضرة عشان توحي لك بأنه هي جميلة أو فيها نوع من لكن برضها الجمال بتاع الطبيعة بتاعة البحر الأحمر فعلا سياحية من بدري والدليل على ذلك قبل ما بورسودان تبقى مدينة بتاعة جمال أسع
أركويت. نعم. من بدري جدا جدا الطبيعة بتاعت أركويت جبال، يعني ما في شجر أو ما في هناي إلا غرية أركويت تحت قبل ما تطلع على أركويت المدينة. في الغرية بتاعت أركويت بسيطة، بيوت بسيطة بتاعت قش، لكن بفوق لها الجبال والقصر اللي اتعمل والفنادق اللي كانت بدري الناس بتمشي لها، رغم إنها جافة لكن فيها مناظر جميلة. ممتاز. طيب أستاذنا أبو علي، خلينا نتكلم عن إنسان المنطقة وما يميز، شنو إنسان البحر الأحمر؟ والحقيقة أولا البحر الأحمر يتكون من ساحل، نعم، يبتدي من قرورة، نعم، حدودنا السودانية لغاية حلايب، نعم، ده مجتمع براه بتاع الساحل ده، شريط براه، شريط، والمجتمع ذاته يختلف، نعم. هذا المجتمع عاصمته تقريبا سواكن الشريط ده، لغاية ما تجي حلايب العاصمة بتاعتهم اللي ياخذوا منها الحضارة والثقافة والعلوم زمان، المدارس القديمة كانت سواكن يعني. نعم. الجزء الثاني جزء الجبال المرتفعات، فيها الناس اللي عندهم الثروة الحيوانية، وبيجي السوق على الأسواق يجوا يتزودوا، لكن ما مستقرين في المدينة. سواكن دي تعتبر عاصمة الإنسان الشرقاوي أو الإنسان البيجا. من سواكن نحن أخذنا حتى اللبسات اللي نحن لابسينها سواكنية دي. نعم. لأنه كانت ما عندها حضارات، يجوا ناس الهند يجوا كذا. الحاجة الثانية السواكن مقابلة طوال لجدة. نعم. كانت في أخذ وعطاء بين جدة وسواكن. هنا ناس قرورة مقابلين طوال الحديدة بتاعت اليمن. نعم. كانت في أخذ وعطاء بين الحديدة. تبادل تجاري. تبادل تجاري وثقافي وكذا. نعم. حتى يعني خشوا في قصة أنه تزاوج، يعني كثير من القبائل اليمنية حسي هناك في بورسودان بالذات، ناس بوارس، ناس بعبود، ناس ذي المجموعات اللي حسي بيجوا بيجا، جزء من بيجا. نعم. ذي الأصول من اليمن يعني. اللي هو التلاقي بتاع التجارة وكذا. لما تمشي للشريط ده لغاية حلايب تلقى الخلطات الثانية يعني. نعم. نحن ناسنا حدودهم لغاية أسوان، اللي هم البشارين والعبابدة دي اللي قاعدين هناك. لما تمشي الغاهر هسه يقول لك أنت أسواني، لونك اللون بتاعنا ده يعني. نعم. فلذلك يعني 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 خلطة جميلة جدا، ويعني يعني يعني امتزاج بين الدم العربي والدم الافريقي وذات وجوده على البحر الاحمر ومع دول كثيره في المنطقه دي. حصل تبادل بتاع الثقافات زي ما انت قلت، وحصل تبادل ذاته في تزاوج بيناتكم، وفي تبادل تجاري حصل. ده شكل انسان البحر الاحمر يعني، اضاف له غير الانسان الموجود في المنطقه دي. التداخل الخارجي ده زاد في التشكيله دي ذاتها. مثال اقول لك محمد. نعم. سواكن دي فيها ناس جريتلي. نعم. الشاعر الكبير المعروف ده اساسا من ايران. نعم. لكن تربوا في مدينه سواكن وبقوا يرطنوا الوصاله بتاعت البيا. يا سلام. واختلط بالناس ويخشوا في مجالسهم. عندك اسره كابلي، كريم الكابلي. نعم. بيوته هناك في سواكن، وجده الرابع الخامس جاء من كابول افغانستان. لكن هسي هم اختلطوا بالناس ويرطروا ويلبسوا الملابس السواكن وكذا. في مزيج من ناس، ناس غلام، مجموعة ثانية، أسرة ثانية، ناس غلام دير من الهند. نعم. مجموعات كبيرة جدا من غلام البحار عاشت في سواكن وانتشرت في باقي شرق السودان. يا سلام. يعني بيقوا الناس دي بيسكنوا في سواكن، يمشوا سنكات، وطبعت بطبيعة الإنسان الموجود كدا في البحر الأحمر. طيب نحن ما نقطع الكلام الجميل ده ونواصله بعد ما نسمع لنا اللحن من المبدع محمد اسكندر. الله.
عشاق بيريري والو باري يا ميمينك لنو يا سيا باهب أمسي من قايا ما هودك يا شاكويري والو باري يا ميمينك لنو يا سيا باهب من قايا ما هوديك يا ديقت إلى الكنوما ورير والياب شقنك دنو ياس يا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا شباط بسيط وشياطوني قمناك دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا فرسين كل موادي موم يا دربناك دنو يا سيو مايب أمسي من قايا ما هوديك يا يا شاكويري والو باري يا ميمينك دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا الليل يا شاكويري والو باري يا ميمينك دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا شباط بسيط وشياطوني قمناك دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا الليل يا شاكويري والو باري يا ميمينك دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا دنو يا سيا مايب أمسي من قايا ما هوديك يا. شكرا للمبدع محمد اسكندر وشكرا للشباب اللي قدموا الاستعراض الجميل ده. وده بقودنا استاذ بجول، انا بالنسبه للاستعراض اللي شفته ده المرونه الموجوده في الانسان في الشريك هناك يعني، والجسم ما شاء الله اللياقه البدنيه حتى في الرقص ذاته بتحس انها اجسام ثابته اجسام متينه. يمكن في حاجات بتميز الانسان هناك في المنطقه دي. طبعا احنا يعني بحكم المعاشره في منطقه الشرق، احنا طبعا ما اصحاب اختصاص في الشرق، معانا الاستاذ ابو علي ابو كلاب هو ذا المختص في التراث البجاوي. لكن احنا شهود عيان يعني من خلال معاشرتنا كقبائل السهر في المنطقه ديك وعاشت، شاهدنا انه هم عنده طبعا هي اجمل الرقصات واكثر الرقصات الرشيقه، فيها رشاقه ما عاديه، تشاغل للسيف النهضه بتاعتهم الحركه. هم برضو يتميزوا يعني كل البجا او كل المناطق بتاعت الشرق تميزوا بانهم عندهم قدره عاليه جدا في المنطقه بتاعت الرجلين، يعني ركوزهم على رجولهم. وانا ما شاهدت هم في حاجه، انا ما شاهدت حتى على عمر 3 سنة من ابناء المنطقه دي الايقاع بتاعهم في الموسيقى تمام، يعني ما في زول بتلقى عنده نشاز في الرقيز بتاعهم من صغير. من صغير 2-3 سنة لما يكون عندهم برامج وحفلات في هنا تشاهد اطفالهم بيرقصوا على زمن الموسيقى بانتظام بصوره تحيره. يعني انا ما لاقاني لغايه الان زول من منطقه الشرق من القبائل البجاويه دي
ايقاعه ما سليم. يا سلام. ودي طبعا علماء الموسيقى بيقولوا انه في ساعه بيولوجيه جوا الانسان بتكون مضبوطه، اذا كانت مضبوطه ايقاعه بيكون سليم، اذا كان فيها تاخير او تقديم بيرقص بعد الدم او خلف الدم. فانا سلبيه دي الساعه البيولوجيه دي مضبوطه. حكمه من الله كده. ايضا هم برضو من خلال معاشرتنا اليوم ما قاعدين يشتكوا، حتى لما يصلوا مرحله كبيره ومتقدمه في العمر ما بيشتكوا من المشاكل بتاعت الارجل زي ما بكثير من القبائل السودانيه. تحس انه الناس لما تصل في شيء معينه دائما مشكله، عندنا مشاكل قاود، لا هم ما عندهم، ما عندهم الحاجه. يعني تلقى مثلا الراجل عمره 70 60 سنه نشيط وقادر، ويمكن لمنطقه المنطقه الجبليه صعود للجبال وكذا الحركه الدائمه والنشاط يعني. بعدين الرقصه ذاتها هي جايه ذاتها من حاجاتهم يعني. يعني انت لو تلاحظ الجمل عنده الرقبه بتاعته ممدوده كده، لو تلاحظ الزول هسه لما يجي يرقص ويمد السيف ويميل الميله دي تديك الشكل بتاع رقبه الجمل حتى في الحركه ذاتها. الايقاع ذاته، ايوه الايقاع ذاته هو ايقاع الحركه بتاعت الجمل او مشيه الجمل. فده ضبط ايقاعهم خلاهم من صغير لغايه كبير الايقاع بتاعهم مضبوط فل. وهم ناس برضو يعني يمكن برضو عندهم حده النظر، عندهم قوة في النظر، عندهم سرعة في البديهة. ما في زول على كل القبائل السودانية طبعا الرواطة يمكن كانوا يكونوا برضو من الناس المشهورين بردوا السريع، أيوة هم البيجا تميزوا عن الرواطات في انهم سرعة البديهة بتاعتهم عالية جدا حقيقة. نعم. حقيقة. نعم. بعدين يعني حكاية انه ركبهم وما يعني مع انه بلد رطبة. نعم. بلد رطوبتها تقيلة. نعم. كل هم اساسا يعني البيجا طبيعتهم الجبلية في حركتهم لها أثر في تركيب عضلاتهم في هناك. ثانيا النظر على عدم آلام الركب والرجول اللي هو الودك. نعم. يعني الودك اللي بتخطى في الراس وبكميات كبيرة ما خدته ساهي، يعني ناس من الزمان ما خدته يعني ساهي كده زينة له أثر. يعني أي دهن حيواني مثلا عندك السمن تتبلى به بيأثر في أعصابك، بيقوي الأعصاب، بيربط جسم الزول، ده له أثر كبير في النظر. يعني لما خطوه في الرأس انت بعادي انه يتخطى ودك، يعني يتخطى ودك في الرأس. نعم. يعني يتربوا به، ودي سيمة يعني بتدي الزول قوة نظره، بتدي الزول القوة بتاعت أعصابه. يعني ما كان خطوه عن جهل ولا خطوه عن علم، يعني بشيء علمي. كبارهم لما بدوا بالودك ما بدوا ساي، له أثر في صحتهم. ده السبب اللي بيخليهم انه يعني يكونوا فعلا فيهم القوه. هزت سيف ذاته لها اثر في اعصابهم. نعم. ثانيا بيمشوا رقصتهم في مشيهم ما في ركب، رغم انه في رطوبه عاليه شديد. نعم. ده له اثر كبير في تربيه الشرق السودان. طيب استاذ ابو علي كده نمشي للانسان البجاوي بالذات، يعني احنا ما في المنطقه عموما البحر الاحمر، لكن كده البجاوي في اشياء موجوده في زيه في مظهره في حاجاته كده نتكلم عنها حبه حبه. يعني مثلا تربيه الشعر، الخلال، السديريه، اللبسه اللي بيقول عليها، يمكن انا سمعت انها سواكني، ده اللي بعرفه انا زي اللابسه دي يقول عليها سواكني. هل دي اللبسه اللي بيلبسوها عادي عندهم؟ الخلال سر شنو؟ السيف اللي ما بفارق اي انسان تلقى سيف. كده نتكلم عن اللبسه كلها. وطبعا الانسان السواكني هو طبعا اللبسه ماخوذه من سواكر. نعم. زي ما قلنا قبل انه عاصمه البيئة الحضاريه هي سواكر. ممتاز. ناس كسرة وناس حلايب وناس كرورة كلهم عاصمتهم المركز سواكن. سواكن. نعم. سواكن دي كانت يعني ملتجة لكثير من القبائل اللي كانت تجي وراء البحار. اللي هو اللبسات السديرة دي كانت تجي من باكستان، تجي من الهند وكذا، وتجي أشياء أخرى استفادوا منها هم في المدينة، والمدينة بقت ترفض المسائل دي إلى الريف يعني. الشعر طبعا معروف لأنه أنت يعني أنت دول حياتك كلها ماشي ورا الرعي في الشمس، لازم تحفظ راسك من حرارة الشمس. كواغي، واغي من حرارة الشمس. وبعدين الشعر ذاته كمان انت تغذيه بالنظافة بالخلال. نعم. الخلال عشان اعداد الشعر مضبوط كده، وعشان ما تكون فيه حشرات ولا تكون فيه اقصد يعني. برضه انا سمعت، معلش ما مقاطع عليك، واحد مرة من خلال زيارتي لي لمناطق البحر الاحمر بيقول لي انه اهل البيجا عندهم عاده انك ما تحك يدك راسك بيدك، دي عيب يعني. فهم بيقول عيب ما في يدك، فالخلال ممكن يعوض. وحتى هم ذاته قالوا بيتفننوا فيه، يصنعوا من الخشب بيجوا يسووا فيه اشكال. يعني انا ممكن اقول شنو، الله يكرمك، زي المراكب دي مركوب عندنا بيتلبس في السودان عادي، في اصله، في دبيب، في نمير، بيختلف
بسعره بالجلد اللي بيتعمل منه. حتى الخلال عندنا البيجا من خشبه بيختلف، تشكيلته ذاتها بتختلف، موديلاته ذاتها بيواكبوا معه الموديل. الشعر ده بيهتموا به اهتمام خاص. نعم. وبعدين زي ما قلت هو كان يحمي الراس والاجهزه الموجوده في المخ وغيره وغيره. الحاجه الثانيه لما ينوم من الليل عنده خشبه كده عامله على بدل مرتبه بدل مخده اقصد. نعم. لراسه ده خشبه كده يعني ينوم عليها اي زول عادي كده ما بينوم عليها، خشبه رقيقه جدا يعني ما رطبه ولا قماش. وبعدين اذا رقد اذا كان رقد ونام ومثلا يكره النوم الثقيل، هذول اللي ينوم نوم ثقيل يعتبروا ذول ابله. لازم يكون نوم خفيف يعني. يا سلام. بعدين ذات من عاده الفراسه اذا تقلب الشعر ده فيه ودك فيه ضريره ما ينزل اساس الراس ده من الخشعر بتاع دي الصغيره دي في ذات اليقظه يقظ الانسان في اثناء نومه. نعم. اسمع شنو الخشبه دي؟ لقدويت اسمها. ايوه لقدويت اسمها بالرطانة يعني لحد الان موجوده. موجوده يعني كنا نادره في الارياف وكذا، هسه بقت مراتب ومخدات وكذا. هسه ذاته بقى شعر ما في سبحان الله. الشعر ذاته يكون لكن عندنا شعر لسه في الريف يعني. السيف والسكين والدرجه والمسائل. واحد كان صديقي في كسرى شاعر مدير العمل اسمه عبد القادر، شاف واحد هزندوي يعني شايل له السيف وما اعرف ايه وعصايه وماش، كان بيقول له بالشعر بتخاف من منو؟ انت عم تخوف ذاتك. يا سلام. ذاتك تخوف يعني، انت خايف من منو شايل لك الحياه. الحياه دي بالمناسبه يعني ما بيشيلوها يعني اعتباطر. السيف عنده دور معين. العصايه عندها دور معين. السكين او السلطان له دور معين. يعني السيف ده في لما يكون في مبارزه في المعارك ده السيف. ممتاز. اذا انتهى السيف تجي دور السكين لما يلتحموا بقى كل مسافات قريبه. ايوه يشيل السكينه بتاعته يلتحم مع ذول يحاول يقطع. العصايه دي دائما يشيلوها للحاجات الخفيفه، اذا كان لقى دبيب لقى حشره كده لقى عقرب في الطريق العصايه حيوان هنا. عشان كده هو يعني مصفح لابس الحاجات دي كلها مدرع جاهز مدرع. نعم. و اي حاجه بيعملها الانسان حتى الرقص ده الانسان بيحب الابداع يعني رويس. بالنسبه لهم الرقص ما نفسي ساكت يعني، حتى اذا كان رقص الرقبه فواحي شاعر ما اعرف فنان يكون عارف اغنيه يسموها سنوني في سنوك بنتي رنينة، اغنيه بيغنوها اولادنا في غرسوال. نعم. بيصف رقصه بتاعت بيت. بعدين لمعلومتك في شرق السودان اي بيت ما رقاصه يعني في الحلقه بتاعت الرقص بتاع البنات اي بيت ما بتنزل، في بنات محددات عندهم رشاقه محدده ينزلوا بالمنافسه. يعني زمان قالوا كل قبيلة تجيب بيتها. البيت دي تزيد لك إبداعها. يعني الرجول شغالة براها. الخسك شغال براها. الرقبة شغالة براها. يا سلام. الأيادي شغالة براها في أثناء مع الموسيقى مع الموسيقى بتاعت البنات يعني. يا سلام. في الآخر قالوا البيت التفوز دي يحكموا عليها الرجال ويدوها هدايا. يدوها فوت، يدوها سكر، يدوها بون وكده. رقص ذاته بالنسبه للانسان البيجاوي ابداع. ايوه صح. يعني ما نطيت وما هرجل وكذا. طيب كده نقف في الرقص ده ونمشي لمحمد اسكندر نشوف نحن الابداع ده شكله في الغنى كيف وشكله الشباب اللي استعرضوا ديل يورونا نعمل المنافسه وحنديهم سكر ونديهم حاجات لذول اللي حيفوزوا. سكر غالي. ايوه نسمع اللحن الجاي. ركني قدرنا ودننوني في ندم هو النبي ركني بيا
بديل مير في ندم هوي نبي ركوين بيا يا هيل ناوي وكسار مير قدري ناوي دننوني في ندم هوي نبي ركوين بيا صوروني فينتو ادناتي وديارو باز قريبنا في ندم هوي نبي ركوين بيا يا واسكي مكريد بسيا نوم كرير جلسني في ندم هوي نبي ركوين بيا يا هيلي ناوي وكسار اغني قدري ناوي بدننوني في ندم هوي نبي ركوين بيا قدري ناوي بدننوني في ندم هوي نبي ركوين بيا يا كانو قل يا برا يا بوي تغني ببريم ببديل في ندم هوي نبي ركوين كانوا قل يا برا يا بوي تغني ببريم ببديل في ندم هوي نبي ركوين يا هيلي ناوي وكسار اغني قدري ناوي في ندم هوي نبي ركوين بيا في ندم هوي نبي ركوين بيا في ندم هوي نبي ركوين شكرا للمبدع محمد اسكندر وشكرا للفرقه الاستعراضيه وزي ما قالوا قبل بدون هدايا وكده الشباب ده نحن لو بارينون يكملوا سكرنا كله زي ما بقولوا ما شاء الله مبدعين وفنانين نحن في ضيافه البحر الاحمر ما تمشوا بعيد نطلع فاصل ونجي راجع مرحبا بكم من جديد نتواصل معاكم واستاذنا ابو علي هل العرس نفير من الناس كلها ساهم ولا ابو العروس هو اللي بيقوم ولا العريس دي واحده الحاجه الثانيه دايرنا بلا برضه عشان ما قاطعك بعدين العريس بعد ما تتم المراسم كلها بيقعد عند نسابته ولا لازم يكون عنده بيت برا وبرضه نفسه وبعد
مراسم الفرح. الفرح زي ما قال استاذ عثمان، يجي ناس براهم براح ويجوا الناس ويعملوا الرقصات بتاعتهم دي و... ويفرحوا تقريبا لسبعه يوم. سبعة يوم؟ سبعة أيام. الضيافة على منو؟ ما كل زول أي زول بيجي؟ لكن طبعا في الأول على العريس يعني. نعم. بعدين في اللحظة ديك ما في دفع مساهمات كده قروش من القبائل الثانية ولا كده. نعم. ياخذ سبعة يوم خلاص ينتهي المراسم بتاعت العرس، وكل ناس مجموعة جات عشان تشارك في الفرع ده، وكل زول يمشي لأهله. بقى يفضل العريس معاه الوزراء بتاعونه. وزراء ديل كم؟ وزراء دي أربعة خمسة أصدقائه. نعم. يسموه الوزراء يكون معاه. بقى يلفوا ديل. الوزراء والعريس يلفوا على الفرقان. على الأحياء بتاع أهلهم. يبيتوا مع هنا، يبيتوا مع ديك، يغيروا مع ديل. وكده بدلوا الفترة بتاع 10 يوم، 7 يوم. نعم. هناك بدهم قروش يذبحوا لهم، يذبحوا لهم، يدوهم خرفان كده يعني. ومرته ما معه؟ لا لا، المره دي ما لسه قصه. نعم. ما بدوك ليها بدوك ليها بعد سنه. بعد ده، بعد ما ياخذ لفته كده وهدايا وكده، ويكون في اللحظه دي زمان كان المنديل كان فوق راسه، منديل الاحمر، لكن في اللفه بتاعته دي يكون المنديل مربوط في لكتفه. نعم. بعد ما انتهى من ده برضه خلاص انتهي المرحله بتاعت الوزراء وكده. فيكون بقى هو داير العروس متين، العروس داير العريس يعني متين اطلاقه. نعم. ما يسأل عنا الا بعد سنه. طيب انا ذاتي اضمن حياه كيف سنه؟ انا دفعت قروشي وجبت مهاري وحاجات والجماعه كلوا اللحم وانا حايم بالحلال سنة، إن جيت لا ألقاها هي ماتت، لا ألقاها أنا متها، لا يموتوا ناس الحلة سنة دي، الضمان شنو؟ يفترض أنه كلكم هتكونوا أحياء إن شاء الله، بعدين يعملوه بعد سنة تقريباً بيت فيدش في القرية، بيت براه، طرف. نعم. طرف بعيد من الناس. يمشي بالليل بالراحة يمشي لبيته، المبليه، ما فيه زول، ما فيه مرأة. بالليل البنات الوزيرات بتوع البيت دي بالليل بعد ما ينوموا الناس القرية يسوقوها يودوها للعريس. نعم. كله بعد يوم يومين، الصباح بدري قبل الصبح، صلاة الصبح يطلع هو. يا سلام. هو ما بيسبح في البيت ولا هي. من العادات كده. من العادات هي تسبح مع أمها وهو يسبح هناك مع أهل البيت. بعد ده بعد ما انتهي الفترة دي يستمروا بالطريقة دي لغاية ما ربنا يعني لغاية ما تلد. نعم. يديهم الجنة. لما تكون أم جنة خلاص بعد ده تقعد يصلحوا البيت كويس بطريقة أجمل، ويعملوا يجي الزخارف اللي بيعملوها في وزردبش وتقعد في بيتها. طيب في حاجة دار أزعل منها، في تعدد بيتزوجوا كثير ولا واحدة؟ تزوج. أنا قدر ما أجيب لي سنة؟ ها؟ قدر ما أجيب لي مرة ألف سنة حتى أجي؟ ده والله ده شغل عايش. الزوج هذا لو حس ياخته ما تمام المرة الأولى دي بس خلاص، الحوامة دي زادة يعني أنا قلني. لكن طبعا هي الفترة دي فترة بتاعت إكرام. نعم. يعني العريس ذاته بيحصل له كرم بين أهله. ده تحفيز له وما بيحصل له الا يكون عريس. بعد ذاك هي ذاتها عندها اعداد، هي بيعدوها على اساس انها كيف تجهز بيتها وكيف تهيئ حاجاتها. نعم. وكيف كذا لغايه ما تجي البيت بتاعها. نعم. وكذا فهي فتره ذاتها كمان عشان يجيبوها البيت بالليل. نعم. تنازل على اساس انه ما تمشي تصارع يرجلوا فيها وعارف يجيبوها تقاليدهم كذا يعني. نعم صح. هي بتحب يعني راجلها وتحب البيت الاكل، توري انه هي ما بتحب. دانفة هي ما عصبها بيتها. طباخه هي؟ يتمنع لهن الراغدات. ايوه. طيب طباخه في الاكل والهناك؟ هذا لازم تتدرب من صغير. تعمل الاكل بتاع البيت، يعمل اللقمه واللبن وكذا يعملوا. طيب انا معك قاطع، يعني الزواج الثاني زي ما قال اخونا محمد موسى، الزواج الثاني بنفس الصوره؟ برضو اجيب مهر وبرضو الف مع الوزراء وكذا؟ لو انا لو ما اول مره. لا لا لا.
نحن نتكلم عن تقاليدهم في زواج في الأول يعني أما يتزوج ثالثة ورابعة لما يكبر افتكر هو ذاته لما يكبر والمرأة كبرت وكذا وفي نادر نادر جدا في الأرياف الغياهب الريف هناك ما في ما في ما في تعدد ما في تعدد نعم في الغالب يعني هو وفي وهي وفي له يا سلام لكن بعد ده قالوا بالليل وزيرات يمشي يودوا البيت يزوجها هناك وبعدين قالوا حيث اللي بيحكوها الطرائف اللي بيحكوها قالوا يعني راقدة مع أمها هي ونامت جو البنات عشان يسوقوها قالت لهم أمها لما تطلع القبرة تعالوا للبنات الوزيرات يعني نعم البنات رجعوا ونابوا قالوا البنات نسوا الموضوع ذات ونابوا يا سلام وهي دائرة تمشي البيت فطول أمها قالت يا أمي القمرة طلعت وأنا ما ماشي يا سلام أنا ما ماشي تسكير ابتلك تفرع أني يبكى هذا قال طورتها يجيك كمان نادت البنات أساسا أنه يمشوا زي قصة يتمنعنا طيب نحن نجي لبحر من يعني النقطة دي هذه بحر كبير نتكلم عن الموروث الثقافي والفني والموجود في البحر الأحمر وزي ما قلنا هي بيئة سرة جدا بالموروث لكن الكلام ده كله نسمع محمد اسكندر في لحنه ونرجع لحوارنا هاي 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 na 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 itwa bin sa sa mai galen arau bin sa su gai o na na itwa bin sa sa mai galen arau bin sa su gai yana kazam bijab kin ke andar wa gazan zanawa aywa 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 yana kazam bijab kin ke to ma gazan zanawa na night wo bin sa so mai gale na ru bin sa su gai ya na ka sam bi jab tu kyo na ka san sana ba na night wo bin sa so mai gale na ru bin sa su gai ya na gazan bijab tu yo na gazan sanab o taratra pamagu furar robsam ya yana kasam bijab tu yana kasan sana yale lutaratra pamagu afrar rupsam ya yana kasam bijab tu yana kasan sana yale le re absha shop sam yugni rabasam ya yana kasam bijab tu yana kasan sana
كان لي بشاشوب سمني وكنير يا سمني يا انا قزان بجابتون يا انا قزان سنوى يا الليل دلاش بو سم سكروان نون سم يا جانا قسام بجابتوت يونا قسام سنوى يا الليل تسلكم قدقى وشوم بنتو سيئة يا نقصان بجابتو جو نقصان سنوى اوه نانايت وو بنسا سامي قلين رو بنسا سو قيئة يا انا قسام بجابتوك يا انا قسام سنوى نانا دوا بنسى سامي قلين ارو بنسى سوقي يا انا قسام بجابتوت يا انا قسام سنوى يا انا قسام بجابتوت يا انا قسام سنوى انا قسام بجابتوك يا انا قسام سنوى. شكرا للمبدع محمد اسكندر، شكرا للفرقه المصاحبه اللي قدموا لنا العمل التراثي السابق. زي ما قلنا نحن عندنا وجبه مصاحبه، لان كده نشوف الوجبه شنو وانا امشي اشوف الحاصل واجيكم ثاني عندي بانه قبل ما تمشي هناك. طبعا البجا المنطقه دي اشتهرت بالقرار والسلات والعسل والعجوه، نعم، لكن يعني دي واحده من الاشياء الاساسيه انه بيتشابهوا كل مناطق الشرق كسلا، المناطق بتاعت القذائف كلهم بيتشابهوا. نحن نشوف عندنا شنو يمكن نلقى قرار نلقى سلات بعدين نشوفها نحن ان شاء الله. طيب نحن سعيدين جينا مطبخ حلقتنا الليله ونحن مع اخوتنا انتصار خطيب. انتصار انت عديتوا لنا شنو؟ اهلا بكم وسعيدين بكم جدا. الله يجزيك. نحن جهزنا لكم اكله اصلا هي في الاصول زي ما قال عمنا، نحن عندنا ثقافات كثيره ومن ضمن الثقافات اللي تعاملنا معاها في شرق السودان اليمن. نعم. فكانت عندنا الاكله المعروفه بالنسبه لاهل الشرق عموما هي المخبازه. كويس. المخبازه شنو؟ المخبازه بتتكون من فطاير. نعم. فطاير بتتعمل بالدقيق والسمن او الدقيق والزيت على حسب رغبه الشخص اللي عايز ياكلها. نعم. بتتعمل الفطاير بالموز. كويس. هي عندها عده طرق. نعم. الطريقه الهسه قدامنا دي فطيره جواها موز. ممتاز. بتتقلي على الصاج، عندها صاج مخصص اللي هو ده اشبه بالفرن. نعم. بتتعامل المخبازه وبتتعامل العجينه وجواها الموز، بتتقلي على الصاج وبعد ذاك بتطلع في صحن بتتهرس. نعم. بيكون برضه مجهزين موز، الموز نفسه بنهرسه وبنعمله بالسكر. في طريقه ثانيه، الموز بيتطبخ على النار. يتبخ على النار عشان يحافظ على لونه ويضاف له السكر. هي عبارة عن العجينة دي لما تتهرس. نعم. لما تتهرس ويتضاف لها الموز، ممكن انت تضيف لها عدة حاجات، منها الطحنية، منها الزبيب، منها القشطة والعسل. هي طبعا يعني هي تحلية، هي حاجة حلوة ومفيدة. ابدأ يشتغل يا هنا، طلعها. طبعا كده هي هسه جاهزة مستوية. نقدر كده. ايوه كويس. هتقوموا تهرسوها تضيفوا لها الحاجات. يلا بعد كده بيهرسها. طيب بتتهرس. في طريقه ثانيه بتتعمل بالقراصه العاديه دي. نعم.
وتتفرم بالمفرمه. طيب لما تتفرم تكون جاهزه عندنا الموز زي ما قلت لك جبال بالطريقه بتاعت تتخذت الموز مهروس في النار كبلوه السكر، وهنا القراصه بتكون اتفرمت. لما تكون جاهزه مفرومه بنعمل لها الخلطه بتاعت الموز وخلاص ما مسكر هو. بعد ذلك بنضيف لها اي حاجه، ممكن نضيف لها لوز مهروس، ممكن نضيف لها جوز هند، ممكن نضيف لها زبيب، وبعد ذلك ممكن نضيف لها برضو الطحنيه، ممكن نضيف لها قشطه. ممتاز. انا احنا طيب انا معي ضيوف هنا، انتوا جهزوها جيبوها لنا هناك احنا اثناء ما نقعد كده احنا نشوف المخبازه دي ذاتها مع ضيوفنا بيجي. انا احنا دايرين استاذ ابو علي مخبازة باعتبارها حاجه جاياكم وارد زي ما بقولوا، ما حقتكم اصيله. شنو الحاجات الاصيله عند البيجا يعني الاكل اللي بياكلوه عاده؟ السلام. نعم. والعجوه. نعم. طبعا الذره والدقنه والرقمه والفعجيه. دي كلها حاجات لحوم. في سواكن في مشهوره سواكن مشهوره صياديه. نعم. اللي هو السمك والرز بس كده. الحاجات جميلة. البحريه. بحرية. نعم. سواكنية كلهم. نعم. ناس على الساحل ديل كلهم بياكلوا صيادية. الصيادية. أكل جميل يعني صيادية. طيب الأكل العادي يعني في الريف مثلا في الخلا، أنت تقول داير تفطر داير الدخن بيعملوا عصيدة مع اللبن. اللبن وده كله من الحاجات المتوفرة عندهم. بيعملوا فوق بالسمين طبعا هم مع جانب الإبل عندهم المايز عندهم الضام بربوه. بيصنعوا منه بخش اللبن بيصنعوا منه العصيده واللبن وزي ما قال لك الدخن وكده. انا داير اقول شيء قبل انا قلت لك طرفه حصلتي في فرسان مشيت بالبرنامج بتاع الشروق مرت من هنا وبعديني بتذكر السؤال كان عن مركز علوم البحر ومصيد الاسماك والمركز ده ادعمل 73. نعم. وانا لحسن الصدف مولود 73 والسؤال كله كان نسوان كان بتذكر في دي مدينه تقريبا فقام قلت لهم المركز ده عمل سنه كم؟ قاموا طبعا التواريخ دي الناس ما بتركز فيها كثير ما بتكون حافظها قاموا قال لي ما في خيارات قلت ابقى ظريف انا ذاتي قلت لهم يا اخي البتاع ده قدري يلا تغدروا طبعا ريتني لو ما قلت كده يعني وعلى شبكه اني 51 طبعا زعلت زعل 63 يا اخوان 48 يا اخوان والجائزه بتذكر كانت مكوى والبعادة تلفزيون يعني السؤال ده ندي مكوى فجاء واحد بعجلة كده قال لي 73 مركت التلفزيون وديته لي العجلة قلت له شيل التلفزيون ده لأنك أنت عينك نجيض وبتعرف تقييما. طيب نحن والله سعدنا كثير الليلة في ضيافة البحر الأحمر والحديث عنها يطول وحلقات وحلقات ما بتكفي عن تراث البيجا وعاداتهم وتقاليدهم مناخهم طبيعتهم طقسهم مهنهم اللي بيمتهنوها تداخلنا الثقافي مع غيرهم تجارة خارجية وداخلية لانه البحر واصلهم بعديد من الدول عن طريق المواني كانت في تبادل بتاع تجاره. سعدت كثير وانا ضيف في البحر الاحمر انه اكون ضيف عليه استاذنا الكبير ابو علي اكلاب الباحث والمهتم بالتراث البيجاوي عموما وايضا انا سعدت بالشاعر والدرامي الاستاذ عثمان علي محمد سعدنا بك كثير والله واسريت حلقتنا وايضا الاستاذ الشاعر والملحن والمسرحي محمد عبد الله بجلة والله ليك التحية والتقدير وفنان المبدع الأستاذ محمد اسكندر والفرقة المصاحبة له في آلة الأورغن والشباب الراقصين الاستعراضيين اللي قدموا لنا يعني تراث أهلنا في شرق السودان الحبيب بنحيي برضو أختنا انتصار الخطيبة اللي عدت لنا المخبازة بطعم البحر الأحمر بحلاوة البحر الأحمر كانت وجبتنا تحلية نحن يعني استأنسنا بضيوفنا وحلينا بالمخبازة نتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من المعلومات اللي قدمناها الليلة من زيارتنا للبحر الأحمر حتى جديد اللقاء أترككم في أمان الله ورعايته وبقول لكم دمتم في أمان الله إلى إحنا الختام محمد اسكندر. سوم گفت دیت تو آمی دایری بابا اگ بین ناو تو میادی این فردونو مم آبا
سومكو ابتدي التوت وامي الدائرة يا بابا وقبلنا وتم يا ديب يفردون أمهما وابا مريت ميت بنسيت هاي مروابا هوك بنا وطم يا ديب يفردون أمه موابا تقرب لي مريت ميت بنسيت هاي مروابا يفردون أمه موابا
عنك إلو يا ابن ماما هوك من أتم يا دين زردون أم ماما صوم جو ابتدي توتو امين الدايره يا بابا وقمنا وطمي الغادي يفردو نوم مواوا يا دي صوبو افتدي توك توهمي الدائرة يا ماوا وقمنا وطمي الغادي يفردو نوم مواوا Zimgono mumala